نحن في بلادنا في منطقة الشرق الأوسط في مصر تحديدا بنكتوي بنار الإرهاب، ولدينا الإخوان المسلمين على مدار 90 عام بيقتلوا وكراهية إلى آخره. يعني كيف يمكن أن نتعاون؟ لأننا نفهم هذه المشكلة على حقيقتها، تعاون مصر مع فرنسا في القضاء على جذور الإرهاب مع فضح هؤلاء الإخوان المسلمين في أوروبا من خلال قوانين حقيقية تستطيع بها اكتساس الإخوان المسلمين. نحن في الحقيقة نعاني من تسلل الإخوان المسلمين في مجتمعاتنا، كما أننا نعاني أيضا من وجود السلفيين. فالسلفيين يريدون أن يفرضوا قواعد وأحكام دينية لا يمكننا قبولها، لكنهم لا يأخذون في اعتبارهم البعد الزمني الذي نعيش فيه كما يفعل الإخوان المسلمون. وأتحدث من منطلق أننا في فرنسا يجب ألا نتحاور مع الإخوان المسلمين في الأساس، فهذا مبدأ مرفوض وأيديولوجية سامة يجب أن نتصدى لها. ويجب أن ننتبه لوجود مؤسسات اخترقها الإخوان المسلمون، لا سيما وأن هناك بعض المسلمين الذين بايعوا أيديولوجية الإخوان المسلمين أو انتموا إليها، فلا يمكننا أن نتحاور معهم من الأساس. فرنسا جمهورية علمانية منفتحة ومتسامحة ودولة حاضنة للاختلاف والغيرية، ولا يمكننا أن نتحدث مع أعدائنا لأنهم أعدائنا. نعم، لديهم طريقة ذكية للغاية في العمل وفي التسلل داخل مجتمعاتنا، لكننا لن نقبل أن نتحاور معهم، ويتعين علينا أن ننظم عملنا حتى نتصدى لهذا العدو الذي اخترق صفوف مجتمعنا وفي كافة القطاعات كقطاع التعليم والرياضة والاقتصاد. ولا يزال أمامنا طريق طويل حتى نتمكن من وقف هذا الزحف. وبدأت الحكومة بالفعل في رقابة بعض المؤسسات وهو أمر محمود، وبدأت في حظر تمويل بعض المنظمات التي تتعارض مبادئها مع مبادئ الجمهورية. فلن ندخر جهدا نحو هذا الهدف، وبدأنا في غلق بعض المساجد التي لا تروج سوى للكراهية والعنف ضد فرنسا، ولن نقبل هذا، ويجب أن نكون نحن أقوى منهم. فرنسا لم تصنف جماعة الإخوان المسلمين على أنها منظمة إرهابية بعد، لكن في كل الأحوال يجب أن نصفهم بصفات محددة وصريحة، ونقول أنهم يمثلون أيديولوجية يجب محاربتها. وحقيقة نحن نحترم الدستور، ولا يمكننا أن نصيغ الأمور وفقا لهوانا، ونحترم ونمتثل لدستورنا، لكن على الصعيد السياسي على الأقل يجب أن نندد بما لا يتماشى معنا وهو ما تفعل الحكومة. وعندما نشير إلى عدو لنا يجب أن نصفه بكلمة عدو صراحة، حتى لا نفتح له أي مجال للتسلل. ونعلم أن بعض الإخوان المسلمين تم استقبالهم من بعض الحكومات لأسباب عديدة، لكننا لن نقبل في كل الأحوال أن نتحاور نحن معهم. عندما نمتنع عن الخوض معهم فنحن نعلن رفضنا لكيانهم ونرفض أن نفتح لهم أبوابنا. لن نفتح لهم مجالا، لن نفتح لأعدائنا أي مجال، فهم أعداء فرنسا وأعداء أوروبا وأعداء العالم. ونرى أنهم في بعض البلدان يقتلون المسلمين بالفعل لمجرد أنهم لا يشبهونهم، هم إذن أعداء للعالم أجمع. وفي فرنسا لدينا قضية ولدينا معركة يجب أن نخوضها على الصعيد المحلي والأوروبي، وقد تشاور رئيس ماكرون بالفعل مع الرئيس والسلطات النمساوية، وأكد أن حرب يجب التنسيق فيها مع دول الجوار.